يكون رحمة الله وبركاته مرة فاتت دق على نويس وقصر نقطة هولا طوس ما يمغليتين بغالي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوكي أنا جو حنا هاي وقطع نكا أو مريكا كوفا دينا هاي أدوني سافع فربا كل هارلي أدوني سيدي أبصومالي أكبر بار ربعين أذير وأد ما ستاي وحنا السؤال أيين مدهويني وأنا ركتين أنت قفتين أنت دلاتين يا سيدي وحنا يقول أنا أفر كل شيء ولا هذه أد منكو السلام يا يي أساكو نيسين كاتاريكين إنها ساكو واشنطن إنه أكل كادو كسلمي ومنها بيكادو عدو عريمتي كا وسولو كهمنيا كادو تجبوتي كدل تاني تن دنتو تتقيرين فدن تأرحكو أبنهنا سولو كنكو تجبوتي دل يسنة دتني وقطة دتني فريد دتني ما نقوم ريد دتني أبي سولو إنكين سلمي إكادو ساكونا شانجمو كعام بلا جبوتي كدكنانو كاك شنجمة كاك نمي أزاكونا صدق كي من هنا سنة أسنام كمل تني تندباني كتفد تاهين لنا وهو محاي أزاكونا كاد عندما رأي كاد بيت تنيها وهو مرها كاد نسيج عيني شانس كيني عيني كل المكادونا كاد نسيب يعلم فد تاه كاد سنام دورتها تنو مت كاد قعد فد تيا نمنا أزاكونا أكل كان النموي نيلون كلو كاد نسبه نسبه كده كاد أكل كان النم وياي مركز مدحوينو ماشي وبابور كسودا دحي ان انت لك بو نيجري وجهي سرسيه ودو اركتين هل كان بالورد في عن شعب جهوتيه كل جاي سنية اف انفرك وياي موعدين انا نمحانا نقاكا انها كونا ما عطينا سنين تاسوني ومنها بمحا كادو طاقتك كادو نيوجهي نيو بليه لأنه محا إنكي كادو سولق سوغنيه ساينتيق ليه غريه إكادو يتحل تامها أدو يكني كاد احتها لأنه محاي جبوت الدايلويس النحاكي فدك لها ويسال أكي حاقره الناي كاد يبليه كادو سوك محا وطاقتك وقه وعدنا إنكي جبوت الدايلو كنمي يبليه كادو كادو لأنه محا كادو وسوك كادو لدى يوامل دونقلو كادو فايا هاي نتكاتار جنة وهي هي كبداية إنما ما كلا كل بجوجنا يجيب مركا وهي الثانية هي همبريو أذ شعب جبوتي قرب جوكت هي جود جوكبا على أفر كورونا سكودر أنا جو ما كلمة سومالي بان يان كود مينا يا الله هاي ما أنت نسيت هذا كورني سين تطبيو صدي تطبيو سنوات بمش عدد سيد وهي اللي كتير جبوتي أما دحوينها إسماعيل عمر قال له وحن قلنا هاي إن هذا وقتي معنا هو هذا بعد هاي أنت معنا أنت لا بدي سنة تكون هدي أودي له باله هذه وحن قلنا هاي الطريقة الديمقراطية أوفر لأن يرى حسوا قلان ودنك هاكيويان بربور يدبو دعيو سمعنا دباتتي ريجو تسلو كارنها وانا لسكتا يوم باليهانو لكن مدني إسماعيل عمر قدار وحان قوان قولي هاي طريق الديمقراسيك أوفر ومد ريجو تي حقو قوم بكويتينيان وحق لأي كويتينيان مجرتو وجزائر واحد تاي إن ملحتني مكوفنا واتسوم مرتي ودن كان قفكلا دليرت أبني ودبا وقت جاء أنت خوا لنا دتك الديمقراطية ملح بنانية يا معركة أفكارك وهو قروب عليها أنا تعصم بالله وايو وقتو بناء بان هاي قفل بوميشة وكسجيا مال معناها مال واحد لقى سيلا يراد جرا waxa lagu wax soo sanayo in aadeer maalaha reer umada reer Jibuuti uu daaban kale yahay wixii macnaha wixii tariiq umada Jibuuti Jibuuti tariiq fiican ku turban kale yahay waayo Jibuuti waa 800,000 population weeyaan 1 million wakayarnahay sida dimuqraasiga loo abuurnaana waa very easy weeyaan markana waxan kale yahay adiga awood baad lahayn aadeer waqtigaaga waad qaadatay dadka kale uu daan kale yahay taas oo baa leeyahay gabadha kalena gabdhii taalkan dadkii halkan joogna waan ku dhiibaya waad ma santahay maxay Umar Haaji Umar oo kaliye tashadii baa imi ka dibada loo dibada waa uu soo laamaya een waxa weeyaan laba kalmadood oo degdeg ah een waxa uu oranay ninkii madaxda ahaa een isaga isku qaa sheegaya ee qaaliga cid kasta garanaysa ee magaciisa cid balag cid kasta garanaysa waan ku dhiibey laada أي أي
هاو السلام عليكم. عليكم السلام وراني وحنا رشيد إدريس. رشيد إدريس رشيد بل أيه رشيد إدريس من كنا أنا ها أنا وحنا دقنا ممفيس تنسي. أهلا وسهلا أردت أيه أيه وانك قرنا أيه وحنا وحويا وذكرنا إذا دقال النويس وعمر أول واحد معمول أيه هيه والواحد نسي ساسة وهو رتي إيو ألك وحسين نبوها قاقين وبعيه وقابنا أيه والله عمر ألكم وان بدنا هاي ريجي وتمالك استالقا وذلقا كلي من دي كندا لقي من دي ممفيس دالاس يوستن مينيسوتا ان دمر وين الله سعودان هاوين بدن ويجي مادين كلي دي تشينا وان هرجوك سنة ساكا وان هارو مرأي مكانو صوبة حيا يساقان سكوب ديارنا ان عدنا دي وكا رشي دادي أدبان خو سلام يا وح قبرة إن الله الله هذه هذا قبنا إن ما ينقوا بدير هذا المسوح ما ينيدوا قبضه ميد با ياك جوكتون كودي بي ايك هادي اي الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا هذا قال انه يسياب انه ورئيسان يزدوس مركا واحان كويدين يا بالسلام هو عردتو ايو عمبالي عدمانتا هاوشات كالكورنتين ايو لو قال الوجيك كالتفتين ملاوين اسوان عمر جيلي بل ايو واربحين قسي una magacay go xalay Yasiin Ahmed Barxad waxaan ku noolahay dalka Mareykanka maanta dad badan ba iskaga yimiday daafaha Mareykanka haday tahay Texas California Washington in men magaalada oo dhan baa laga wada yimiday ilaa Canada waxaanan ku halkan u joognaa inaan u sheegno Obama inuu ninkan nin xun yahay diktator oo dadka dilo oo xirxiro oo caburiyo oo maxaa leedahay lacagta soo gashay Djibouti-na oo kaliya jawaabka ku shubto ayaan halkan u joognaa inaan sheegno walaal waan denonceynaynaa si aan grand dictateur sax waan markaa dhigayaa qof fiican buska ka dhigayaa oo dew waxba lagama ogo marka inaan adduunka meel kasta oo aad aragtay in lagu mudaraarado halkana waxaan tusaynaa Mareykanka ina ay joogan qaar macaar ee qaar nacamdi kasoo horjeeda in taliskiisa waxa weeyaan madaxweynaha Djibouti waan ognahay muddo dheer buu meesha soo joogay dalweynihii Djibouti-na maanta waxay ku jiraan xaburis xadaafa adeecadihii ajnabiga iyo adeecada kale badan ima nila joogaan waxaana ma tabiseen sidaabaada sawiradaad ay sidateen bal waxaana warbixin iga sii yaa walaal igu soo celi waxaa soo baxay madaxweynihii haadane waan ku sii daynayaa qaylada ay maqashiyahay oo waad aad iyo aad uga mahadsantahay waayee waan ku dhaweynaya duuba duuba walaal waayee ma maqashaa waan maqlay dhegeystayaasheeda qaymi qaayalo halka waxaad kala socotaan waa dhagala nuwiis oo ku xidhan toos madasha waydaa iska dhinaciisa albaabka cumar geela ka galay kana soo baxayo oo toos aan ugala xidhiidhayno dadkii mudaaraadayay walaal waad mahadsan tahay waxaa dadku maaad ba u qaylayaan ay la hoog ayaa socota albaabkii madaxweyne baa imika soo baxaya dadkii iyo kuwa qaylaya marka toos waqtiga imikaan joogno Obama uu ka soo baxay uu qaabilay uu ka yimiday الو وان ما قشما وان ما غلي وان ما سنت اي اري اد بنكو سلام يا مصطفى حي مكمل هويري مصطفى حي وخلاص مصطفى حي اول وان ما سنت اديكونا ايوه وان كدينا اري اد بنكو سلام يا سلام عليكم ايوه دغيس يا شيخ قايمه غيالو انا قال نويس بالك اني قصو دويتا يلو توس وخرن واشنطن دي سي وريان نو جوغا يان امكلا سلام عليكم ورحمه الله.